وللمتابعة ينضم إلينا مراسلنا ضياء حوشية. ضياء، ضعنا في تفاصيل هذا الخبر. نعم، في التفاصيل، هناك قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى حي المصيون بالقرب من مدينة رام الله، وهي لازالت حتى الآن متواجدة داخل هذه المحال التجارية، تقوم بمصادرة أجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة. نلاحظ بأن الجيش ينتهك كل الأماكن في منطقة مدينة رام الله والبيرة. هو الآن أيضا في منطقة في بلدة رفات على وجه التحديد يقوم باقتحام للمحال التجارية ومن ثم مصادرة كاميرات التسجيل. يوم أمس كان هناك اقتحام لمدينة حي الشرايط المتواجد أو الموجود في مدينة البيرة، قام بمصادرة عشرات واقتحام عشرات المحال التجارية ومصادرة العشرات من أجهزة التسجيل، ومن ثم انسحب بحثا عن ربما مركبة فلسطينية. هذا اليوم الثالث على التوالي تواصل فيه قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي الدخول إلى منطقة مدينة رام الله ومحيطها، ومن ثم تقوم ب يعني احتجاز على العشرات المركبات. كما نلاحظ هناك أزمة خانقة وهناك عملية تدقيق، هناك أيضا استجوابات لبعض الفلسطينيين هنا في المنطقة. ربما يعني ما يحدث هنا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد الوصول إلى معلومة أو يقوم كما فعل سابقا بعملية بحث ميداني، وهي عملية تجميع معلومات للوصول إلى ما يريده. هو يؤشر الآن ونلاحظ هذا الجندي يطلب من صاحب المحل أو صاحب البناية هو أن يعني يشاهد الكاميرات واتجاهها بشكل فعلي، يقوم من ثم بسحب المادة المسجلة من الكاميرات بصورة مباشرة ويخرج أصحاب المحال للخارج، ممنوع عليهم الدخول حتى إلى محلهم، ومن ثم يبعدهم عن المحال التجارية. ربما يعني قد نشهد خلال الأيام القادمة أيضا عمليات اقتحام مستمرة ومتواصلة قد تمتد إلى منطقة محيط شمال غربي مدينة القدس، بحثا عن من تسميه إسرائيل بأنه مطلق النار باتجاه مركبة أو حافلة الحافلة الإسرائيلية التي تتبع لشركة إيجد الإسرائيلية في منطقة البيرة وتحديدا عند حاجز بيت إيل. قوات كبيرة هنا، نتحدث عن أكثر من 10 آليات عسكرية إسرائيلية متواجدة، وهي تقوم ويعني ربما قسم الجنود أنفسهم إلى 3 أماكن في منطقة رفات وقرية رفات، وأيضا في منطقة حي المصيون حيث يدخل بأريحية ومن ثم يقوم بعمليات المصادرة والاستجوابات لبعض الفلسطينيين. هذه الصورة يعني حتى الآن نشاهدها بأن الجيش يواصل ويعيق حركة الفلسطينيين بصورة أو بأخرى، ومن ثم يقوم بعملية تجميع المعلومات وصولا لمن يسميهم الاحتلال الإسرائيلي بأنه منفذ إحدى العمليات التي استهدفت حافلة وأسفرت عن إصابة سائق الحافلة بجروح وصفت بالطفيفة. نعم، جزيل الشكر لك ضياء حوشية. طبعا سنتابع معك كل جديد خلال نشراتنا القادمة. مراسل الغد كنت معنا مباشرة من رام الله.